السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاين. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا وين تدخل جديد من الكاف بشان مباراه الترجي والاهلي النهائي. يعني وين عمي دروك خرجت هضره يقول لك يا درا الترجي التونسي يلعب بعد العقوبه، يعني بعد العقوبه اللي خرجوها له يلعب في تونس ولا وين يلعب؟ قالت هما خرجوا قال لك العقوبه يعني ما غادي ينظموا حتى دوره يعني قاريه في تونس. وين اكدت مصادر ان الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف قد تواصل مع الاتحاد التونسي للاطمئنان على ترتيبات نهائي بملعب رادس لاستضافه مباراه الترجي التونسي والاهلي المصري في ذهاب نهائي دور ابطال افريقيا يوم 18 ماي الجاري 18 والروتور في مصر. وتحاول لجنة المسابقات بهياكل قارية المشرفة على اللعبة الاطمئنان على سير الاستعدادات الخاصة بملعب يعني رادس وبعض الأمور التنظيمية لمباراة التي قد تشهد حضور يعني إنفانتينو رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حسب ما جاء في صحيفة الوطن المصرية. الكاف يصر على إقامة نهائي الترجي والأهلي في تونس. ويأتي هذا التحرك الجديد من الكاف لينفي كل التقارير السابقة والتي أشارت إلى إمكانية نقل مواجهة بين شيخ الأندية التونسية الترجي والأهلي إلى خارج تونس بسبب العقوبة يعني الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على تونس لعدم امتثال الأخير للمدونة العالمية عبر حرمانه من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية وحظر رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية. أخويا والله ما تنجمش ما تنجم وقيل مازال البوطا قريب تاعهم تاع رئيس اتحادية. شو كيفاش تعلتهم هما كيما هكا الدولة تاع تونس ما تهم لا منا لا مليا. الفاسد يدخل للحبس مهما كانت العواقب، الفاسد يدخل للحبس مهما كانت العواقب. اسمع والو مكاش يعني مهما كانت العواقب اللي يكون فاسد يدخل للحبس. يعني تاع تونس هذاك الجاري هذاك باش كذبوك كان والو بالنسبه حنا كي تشوف انت تونسي علاه دخلوه للحبس رئيس اتحاديه تاع تونس دخل للحبس. كي تبقى تشوف بالنسبه عندنا حنا يعني ما كان والو تبالك باللي ما دخلوا على حاجه جايحه كاع. كي تشوف انت يا لهنا مدرب دايرين له عقد بدون اهداف تاع 2026 وزيد كوب دي موند تكمل في جويليا والعقد تاع مدرب يكمل في ديسمبر 2026 ست شهور زياده هذيك ما عاد كاع لمن زيد. الاموال اللي راحت اتحاديه فاشل بالنسبه لينا حنا تاع تونس هذا تبنى بلي حقروه والله لا تبنى بلي حقروه. 2006 جوفنتيس معظم اللعابه تاعو حجبوا كوب دي موند الطليان وطيحوها وقالوا لها 12 نقطة وقالوا لها بيت ولي يعني شراء وبيع المباريات. طيحي برنام طافي تاع مارسي جاب تشامبيونز ليغ كأس الوحيدة لفرنسا تاع مارسي برنام طافي 92 الكأس الوحيدة جابها مكاش قدامها مكاش موراها. أما لا راه ديما السبور تاع فرنسا والو مكاش لي يهدر عليه وممنوع يفوت في الاعلام. حنا عندنا لهنا طيب ذاك وزير الشباب الرياضه السابق تيكا يخرج في اليوتيوب راه يدير لايف 2024 قال له شنو تقول على المباراه تاع الكاميرون 2022 الوزير ميما صار ما يقول قال له ياه 2019 الله. من جانبه اكد مراد
مدير وكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تصريحات سابقة للموقع أن المباراة ستلعب في تونس، حيث قال كل المباريات الرياضية مبرمجة قبل صدور قرار الوكالة الدولية ستقام في تونس من دون أدنى شك، بما في ذلك مباراة الترجي والأهلي وأيضا مباراة المنتخب التونسي ضد غينيا الاستوائية مطلع شهر جوال المقبل ستلعب في تونس. وطمئن الجماهير الترجي والجماهير التونسية وما لم كاجوا ما غادي بالك يولوا يلعبوا في عنابة ولا قسنطينة. المنتخب التونسي التصفيات تاوعو تاع كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026 غادي يلعبوها يا في عنابة يا في قسنطينة، وخاصة غادي يلعبوا بالك في عنابة، غادي يطلبوا باش يلعبوا عندنا في عنابة. مرحبا بهم، احنا ما كاش مشكل كاع كاش كاع مشكل. وتقام مباراة الترجي والمارد الأحمر الأهلي في ذهاب نهائي الدوري أبطال إفريقيا يوم 18 من شهر ماي في رادس، على أن تكون مباراة الإياب يوم 25 من نفس الشهر باستاد القاهرة الدولي، ويلتقي الأهلي ويلتقي الترجي والأهلي مرار وتكرار في السنوات الماضية، حتى غادت مباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد دائما ما تكون أجوائه مختلفة وكرة القدم مقدمة فيها استثنائية، إذ لعب الترجي مع الأهلي في 22 مباراة بالدوري أبطال إفريقيا كان الفوز من نصيب الأهلي بعشر مرات مقابل أربع مرات فقط للترجي مع تعادل في ثمان مباريات أخرى. وسيحاول الترجي تتويج باللقب الخامس في أمجاد المسابقة الإفريقية، بينما يخوض الأهلي المباراة النهائية المرتقبة من أجل حصد اللقب للمرة 12 في تاريخه. 12 يعني تستعرف به ذراع، تعترف ذراع باللي نادي كبير، تعترف ذراع خويا باللي نادي في المستوى خويا قدرة قليلة، وتعترف باللي نادي يعني مستوى ما ماشي بريكول. شوف نادي كيما هاكا داير 12 كوبا ولا كيسموها هذيك الزمالك، يقول لك الزمالك ما قدمت والو، شحال داير شحال داير 4 تاع ليتيت 5 تاع ليتيت، يقول لك ما قدمت والو الكره، يقول لك ما قدمت والو الكره المصريه. أودي حية كبيرة لا وجعل تونس تربح، ما نكذبش عليكم، أنا ديما 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 أنا اللي بدا نميل للجار اللي يكون قريب، تونس المغرب ليبيا المغرب. أنا الله يجعل الترجي التونسي يفوز بالمباراة من التالي يا خويا، حقيقة هذي ماشي كذب ولا حاجة، أنا كذب ولا أنا بنادم يهدر حاجة اللي في قلبه. أنا ماذا بيا تونس المغرب ليبيا مي مكانش تاو، أنا ماذا بيا هاذيا الحقيقة هاذي، بنادم يكذب على روحو تالي كاع خويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.